السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنقدم لكم الحلوه ديال الكوك، ومعروف بالحلوه ديال الريشبون بواحد المذاق اللي متميز بزاف بواحد الطريقه ناجحه. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. كنحتاج في المقادير ديال هذه الوصفه عندي هنا 4 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، نفس الكاس كنعبر به السكر سنيده، كناخذ ساشيه ديال الفاني، معلقه ونص ديال المربى. بالنسبه للمربى هنا استعملت المربى ديال الحامض، كتاخذوا النوعيه اللي بغيتوا. استعملت هنا 3 ديال المعالق ديال لاكريم باتيسيير، وعندي هنا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، كل وحده من فئه 8 غرام، في المجموع 16 غرام. وكنحتاج هنا الكميه ديال الطحين، من الاحسن تكون نوعيه مزيانه، طحين خاص بالحلوه. كنحتاج هنا علبه صغيره ديال المربى ديال المشمش من فئه 300 غرام، وكنحتاج هنا 150 غرام ديال نواه الكوكو ديال الكوك، من الاحسن تكون نوعيه مزيانه. ننتقلوا للطريقه. كناخذ البيض، كنضيف فتيته ديال الملحه، غير فتيته ماشي بزاف، كنضيف السكر سنيده، كنضيف الزيت، كنضيف المربى الكونفيتور، كنضيف ساشيه ديال الفاني. هاد المكونات هادو غادي نخلطهم بالدراب الكهربائي، واللي بغى يخلطهم بالدراب اليدوي كيخلطهم. الخليط ديالي حركته تقريبا شي 2 ديال الدقائق حتى دابلي السكر، كنضيف الطحين، كنضيف 3 ديال المعالق ديال لاكريم باتيسيير، كنضيف 2 ساشيات ديال الخميرة ديال الحلوة، في المجموع 16 غرام. صافي، وكنبقى نضيف الطحين وكنجمع الخليط ديالي. صافي الطحين كنبقى نضيف غير بشويه، ومكنعجنش غير كنخلط حتى كتجمع لي العجينه. العجينه مازال جاريه، غادي عاد نزيد شويه. هاد الاخير الطحين كنبقى نضيف غير بشويه باش ما تقصحليش العجينه وما كنعجنش، كنبقى غير كنخلط. صافي العجينه ديالي كنجمعها، كتكون شويه جاريه كتلصق في اليدين، ما كنديرهاش قاصحه بزاف، كندير كرات غير صغار ماشي كبار، غادي عادي تنفخو في هذا القياس هذا. غادي في هذا القياس هذا وكنحطهم في اللاطه. الحلوه كنستفها في اللاطه وكندخلها للفران كطيب. بالنسبه للفران كنسخنو من قبل، وفاش كندخل الصينيه كنقص في العافيه المده ديال الطياب، كتاخذ ما بين 10 دقائق و 15 دقيقه كتكون واجده. هذه هي الحلوه ديالي بعد ما وجدات، غادي نلصقها. كناخذ هنا واحد الكاسرونه، كنضيف الكونفيتور، كنضيف واحد المعلقه معمره ديال الكليكوز، غادي نديرها فوق النار حتى كتسخن، وكنلصق بها الحلوه.
هذه هي النتيجة ديال الحلوة ديالي بعد ما ساليتها، تقدم بالصحة والراحة.